ظهرت في الآونة الأخيرة العديد من الشركات التي تنشط في مجال المياه المقررة من وطنية وأجنبية، إلا أن بعض هذه الشركات لا يلتزم بالمعايير التي حددت من قبل الدولة الشادية، وذلك فيما يتعلق بالجودة والنوعية والأحجام. حول هذا الموضوع عاد الزميل محمد الأمين أحمد الورقة التالية. يعتبر الماء أساسي ومهم في حياة الإنسان والحيوان والنبات، وبدونه لا توجد حياة أبدا على وجه الأرض. خلق الماء لتتم الحياة وتستمر، قال الله تعالى: وجعلنا من الماء كل شيء حي. لذا من واجب الإنسان أن يحافظ على هذه النعمة ولا يهدرها ولا يسرف عليها، بل عليه أن يحسن استخدامها بطريقة صحية في حالة استخراجها واستعمالها في الشراب والأغراض العامة. وإذا لم يلتزم الإنسان بهذه الموجهات فيمكن أن تسبب له هذه المياه أمراضا كثيرة في صحته العامة، خاصة في موسم الخريف. ولكي نقلل من حدة الأمراض المائية يجب على المواطنين أن يستعملوا المياه الصالحة للشرب، ويجب أن يعلم المواطنين بأنه ليس كل ماء نظيف صالح للشرب، وذلك على قاعدة أن الماء النقي لا لون له ولا رائحة. وعليه فإن المياه الصالحة للشرب يجب أن تمر بعملية الإنتاج والمعالجة الصحية. وفي إطار حفر الآبار الارتوازية المعروفة بالفراش، يجب أن يكون عمقها 45 مترا حتى لا تكون المياه المستخرجة ملوثة وضارة في صحة الإنسان، حسب قول المسؤولين بشركة المياه. 45 متر أديل ما كونديشن البومرغو فوق خدمو لي بومرغو ده كله كي بيشوفو بدورا الناس البارفو قبل بخدمو قبل خطو من اللي ناس بشربو. كما أنه يجب أن تكون نوعية ومواصفات المياه الصالحة للشرب التي وضعتها المنظمة العالمية للصحة، وهو الكشف التام في إنتاج المياه النقية الصالحة للشرب، وأن هذا القانون في تشاد مكلف به الشركة التشادية للمياه. وفي هذا الجانب بيّنت مسؤولة معمل إنتاج المياه بالشركة التشادية للمياه الكشف العام لإنتاج المياه الصالحة للشرب. من السورتي ذات كي حق الفراش نعمل له تحاليل وده بنتينا اورينتاسيون في التريتمون عن الالمي، يعني كم عرفنا الالمي ده كومبوزانت حق شنو اند شنو هل اند جراثيم ولا ما اند اليمون كيميك حق ده شنو اورينتينا تريتمون الاديكوا لنشول الالمي ده. بعدين في الالمي نمشي نشولو من البيت انا الكونسوماتور دول. ويلاحظ في الآونة الأخيرة في العاصمة أنجمينا أن بعض من المؤسسات والأفراد يعملون في حفر الآبار الارتوازية بطريقة عشوائية تخالف القانون العام لإنتاج المياه في جمهورية تشاد، بحيث يقول القانون أن حفر الآبار الارتوازية في الأماكن العامة لخطوط أنابيب شركة المياه ممنوعا منعا باتا إلا على الشركات العاملة في مجال إنتاج المياه المكررة. بهذا الخبر ننهي معكم هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.